السلام عليكم، كيفكم يا احلى عالم؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعتكم مقطع جير مطرق على لعبه بيك اب، لعبه حياه واقعيه شبيهه كثير بلعبه الماي سمر كار والمومبازو، العاب اللي بتنزل على اجهزه الكمبيوتر. طبعا يا جماعه الخير، بهذا المقطع القصير حبيت اني اجاوب على اكثر سؤال بينطرح عندي بالتعليقات وبالاسئله على الخاص، انه يا احمد ايمت راح ينزل التحديث الجديد تبع البيك اب؟ طبعا يا جماعه الخير، لحد هذا المقطع ما نزل التحديث تبع الميكروباص والشاحنة اللي رح ينزلوا على اللعبة. طبعا يا جماعة الخير، لحد الآن ما في خبر ايمت رح ينزل. طيب هل في اخبار؟ هل في شيء؟ لحد الآن مو معروف. ان شاء الله رح ينزلوا عما قريب، ان شاء الله ما رح اقصر معكم، رح نزلكم مقطع بس من نزل التحديث. وبالنسبة للألعاب اللي حكيت لكم عليهم ونزلنا عليهم بشهر رمضان وبعد شهر رمضان، مثل لعبة الماي سولو كار، الماي جاراج كار، الماي فيفوريت كار نزلت لكم عليها من يومين، أو لعبة الإيجيبتن لايف، لعبة الحياة الواقعية المصرية. طبعا يا جماعة الخير، لحد الآن ما في أخبار إيمت رح يتحدثوا، بس مثل ما شفتوا يعني شوي شوي عم يتحدثوا، المطورين عم بيشتغلوا عليهم، يعني ما بيقصروا معنا. فبس من نزل عليهم أخبار جديدة إن شاء الله رح أنزلكم عليهم مقاطع وما أقصر معكم. طبعا يا جماعة الخير، إذا كان بتحبوا تجربوا الألعاب اللي نزلناهم، في كل مقطع منزله حيطلكم رابط تحميل، دخلوا حملوا جربوا اللعبة وإن شاء الله يعني بتعجبكم. فلذلك يا جماعة الخير، الله يكون وصل معكم نهاية المقطع. بتمنى منكم تسمعون الصلاح بن محمد عليه الصلاة والسلام، ودعمنا المقطع باللايك، واشتركوا القناة إذا مشتركين، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس لتصلكم كل جديد. وبترككم بأمان الله وسلام.